تشيليك الذي تحرر في الوقت المهم من عمر المباراة، بيلعبها تامي. ميلانيستا يتعرض بهدف لرومانيستا في الوقت القاتل من إبراهيم الذي يملكه السبيشال ون، بهدف سبيشال ون، بهدف قاتل في الوقت بدل الضايع. هذه تمناها، هذا كان يتمنى وهو يتمنى ويتهنى. ضربة ضربة في غارة سريعة سريعة جدا، لقطة تقوي قلوب الميلانيستا أو الرومانيستا، تقوي قلوب كل المحبين والعشاق. وثامن أهدافه في الدوري الإيطالي هذا الموسم. الكرة بتتخلص ترجع للياو، ميلان ميلان ميلان، يا سلام! من يعتقد أن البيك ميلان يستسلم فهو لا يعرف ما معنى ميلان في الوقت بدل الضايع من عمر المباراة. يا سلام يا سالم ياكرز، سالم ياكرز يسجل في الوقت المهم، في الوقت الذي يعود من خلاله ميلان. الدب الذي لا تستطيع قتله لا تجرحه، هكذا يقول المثل الروسي، الدب الذي لا تستطيع قتله لا تجرحه.